الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا؟ فقال له نعم تكفر عنك خطايا. وبعدين جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدرك على الأمر بيقول له أنت قلت له يا رسول الله؟ قال له قلت له تكفر عنك خطايا. فقال له جبريل إن قتل صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنه إلا ليه الدين. فقال الرسول أين السائل آنفا؟ فين اللي سألني؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له الرسول إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك إلا الدين، الديون اللي عليك لليه؟ للناس أو أموال الناس التي أكلتها بالباطل، دي لا تكفر عنك حتى ولو قتلت في سبيل الله، فلا تكفر هذه الحقوق إلا بردها إلى أهلها. وأنتم تعلمون طبعا أن مشروط التوبة بعد الإقلاع عن السيئات والمعاصي والذنوب والندم والعزم على عدم العودة إليها من شروطها رد المظالم إليه إلى أهلها.